ومعنا بشأن آخر تطورات معركة تل عفر عبر الهاتف سيد نقيب محمد فوزي اللامي المحلل العسكري والأمني. مرحبا بك سيد نقيب محمد. بداية، القوات الحكومية إذن أعلنت سيطرتها على مركز قضاء تل عفر، ما دلالات الحسم السريع لهذه المعركة؟ تحية طيبة لك سيدي ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. يعني المعركة حقيقة أخذت جانب آخر غير المتوقع لها، وحتى قوات التحالف بالدرجة الأولى وهي مقر القيادة والسيطرة كان يتوقعون معركة شرسة جدا، معركة قوية جدا، كون أن التوقعات كانت مبنية على معطيات صحيحة. تنظيم الدولة يتواجد في تل عفر، الخطوط الأولى، الخطوط القوية له، ما يقارب التقديرات الحكومية كانت 2000 مقاتل، عدد كبير جدا من تنظيم الدولة، وكان المتوقع أن تسير الأمور في باتجاه أن تنظيم الدولة يتمسك في هذه المنطقة ويقاتل قتالا شرسا. لكن أعتقد بأن هنالك الجوانب السياسية، وصراحة إيران والميليشيات الحشد الشعبي جبهتها واحدة مع سوريا، فدخول حزب الله في هذه المعركة تحديدا، وفي نفس الوقت توجد هنالك هدنه، تم عقد هدنه ومفاوضات مع تنظيم الدوله في سوريا للحفاظ على الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان. اذا يعني اعتقد بان الصوره اصبحت واضحه، لان المناطق التي يحتاجها الحشد الشعبي تحتاجها ايران كاشرطه حدوديه بين سوريا والعراق وبين سوريا ولبنان للسيطره عليها، لا يتم تدميرها ولا يتم استخدام عمليات عسكريه ثقيله بها، بل تفضل الميليشيات وحزب الله باعتباره هو المفاوض مع تنظيم الدوله يفضلون الخروج حقيقه باتفاقات سياسيه وهدنه سياسيه. من اجل ذلك لا اعتقد بان هذا الملف منفصل عما يجري في سوريا بالتاكيد. نعم، لذلك تساءل محافظ نينوى السابق أثير النجيفي عن الاسباب التي منعت وقوع أي خسائر في صفوف المدنيين في معركة تل عفر مقارنة بما حدث في الموصل، كيف ترى هذا التصريح للنجيفي؟ حقيقة الموصل جرى فيها تدمير وتهديم متعمد وقتل للمدنيين متعمد، كون أن الموصل إيران لا تحتاج الموصل في المرحلة الحالية ببناها وبسكانها وبالبنى التحتية ومساكنها، ولكن الموضوع يختلف عن تل عفر. إيران تحتاج الميليشيات سوف تسكن تل عفر، تل عفر هي سوف تكون آخر نقطة لاكتمال الشريط، هذا الطريق من إيران إلى ديالى مرورا بتل عفر إلى سوريا، هذه يحتاجون أن تكون هنالك مساكن وتكون هنالك كهرباء وماء، الميليشيات سوف تكون هنالك متواجدة، أوائلهم قد تكون هنالك متواجدة، وإلا من المستحيل أن تكون هنالك معركة بهذه السهولة، مع أننا نعرف جيدا ترتيبات تنظيم الدولة ووضع تنظيم الدولة. حقيقة تنظيم الدولة في المقابل هنالك لديه أهداف كبيرة، أهداف مهمة اليوم في سوريا، في الرقة وفي دير الزور، وإذا كان هنالك عمليات تفاوض من أجل الحفاظ على خطوطه القوية اللي تواجدوا في العراق لنقلهم إلى المناطق السورية، بالتأكيد سيستغل هذه الحالة، لأنه طيب. تنظيم الدولة المتعارف عليه أنه يحسن ترتيب أولوياته، وأولوياته إذا التقت بأنه يخفف من خسائره ويخرج باتجاه سوريا لتعزيز جبهاته باعتباره الموقع البديل للخلافة هناك، فبالتأكيد أعتقد بأن الموضوع لم يحسم عسكريا كما متوقع، وهذا بالتأكيد يدل على أن هذه الميليشيات تستخف بأرواح الناس، هذه الميليشيات لديها أجندة جيوسياسية وأجندة ديموغرافية حقيقة لديها القابلية على التفاوض حتى مع الجهات التي تعتبر إرهابية. القوات الحكومية أعلنت أنها بصدد يعني استعادة السيطرة على ناحية العياضية، وقد تحدثت عن استعادة قرى هناك قرب الناحية تقع على خط التماس مع قوات البشمركة. كيف ستكون الأمور برأيك؟ ما تداعيات ذلك في العياضية؟ حقيقة البشمركة أنا أعتقد بأن الموقف الكردي حاليا موقف المتحفظ، ويعلم جيدا بأن تل عفر لديها خصوصيتها، خصوصا بأن الميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله بالتحديد حاليا ومن خلفهم إيران اليوم هم ينجحون في استراتيجية المحافظة على هذه المنطقة وأخذها والسيطرة عليها.
بالمقابل أنا لا أعتقد بأن الأمور سوف تكون بالسهولة أن تحسم هذه المعركة بسهولة عسكرية إذا كان هنالك متواجدين حقيقة البيشمركة. قد تكون هنالك نحن متجهين إلى نوع من تصعيد آخر ما بين الجهات الحكومية والأطراف الكردية، لكن الواضح جدا اليوم بأن هنالك مؤامرة تمت في هذه المنطقة. نعم. حقيقة مؤامرة اختلفت عن ما موجود في الموصل، ونوعية القتال في تل العفر اليوم يظهر لنا بأن المناطق التي تم تدميرها في الموصل وغيرها لم تكن إلا عمليات تدمير متعمدة قبل الحكومة ومن طائرات. إذن مدينة تل العفر وموقعها الاستراتيجي القريب كما ذكرتم من الحدود السورية وانتشار ميليشيا الحشد في تلك المنطقة، يعني كيف ستنعكس السيطرة على تل العفر على المشهد في تلك المنطقة؟ هل ستنسحب عفوا ميليشيا الحشد أم هناك سيناريو آخر برأيك؟ طبعا احنا اليوم من الصور التي الموجوده والتي سربت رايات الحشد الشعبي اليوم تعتني بنايات تل العفر، والرايات الطائفيه تعتني بنايات تل العفر، وحقيقه هم لديهم هذا الحلم بانه يكتمل هذا الطريق ويسيطرون على مسافه 130 كيلومتر الحدود العراقيه السوريه، لكن تبقى هنالك التفاهمات الغير واضحه، موقف التحالف الدولي وموقف خصوصا موقف الجانب الكردي. الحكومة كيف ستضع الحكومة باعتبارها تحاول أن تقدم نفسها كمسيطر؟ شلون راح يكون موقفها ويا ميليشيات الحشد الشعبي وهي اليوم تتخذ الصورة الأولى وتتقدم الصفوف في اتجاه هذه الأجندة؟ نحن حاليا أمام حقيقة أمام خطوات قد تكون قادمة تحتاج إلى بعض الوقت لكي تتضح الصورة وتتضح الصورة بصورة كاملة. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن من السيد النقيب محمد فوزي اللامي المحلل العسكري، شكرا لك.